هاي، اهلا بيكم في قناتكم موري بيبيوي. عايزه اكلمكم النهارده عن ارتجاع المريء. وطبعا كلنا عارفين ان اللي بيبقى عنده ارتجاع مريء بيتعب جدا وهو نايم، بيجيله حرقان، بيجيله شرقه، حتى بيجيله ضيق في التنفس وبيبقى تعبان جدا من الموضوع ده. فعايزه اكلمكم النهارده ايه اسباب الاول الارتجاع المريئي ونعمل ايه، لان احنا زي ما احنا عارفين ان اذا عرف سبب بطل العجب. ايه موضوع الارتجاع المريئي ده يا جماعه؟ الارتجاع المريئي ده بيجي عن طريق يا اما بناكل كتير قوي وبننام، وبناكل حاجات فيها دهون كتير، في بعضنا بيشرب سجاير، في بعضنا بياكل دهون كتير وشطه كتير وبيشرب قهوه كتير. كل الحاجات دي لازم نقلل منها. يبقى احنا عرفنا السبب، ندخل بقى على العلاج على طول علشان ما اطولش عليكم. من ضمن الحاجات اللي المفروض نعملها يا جماعه ان احنا بعد ما ناكل ما ننامش على طول، اقل حاجه على الاقل نقعد ساعتين، وخصوصا بالليل يا ريت نقعد 4 ساعات بعد الاكل والنوم. تمام، نتفرج على التلفزيون، نشوف النت، نعمل اي حاجه، المهم نقعد 4 ساعات وننام. دي حاجه من الحاجات. الشطه الاطباء قالوا الشطه بتسبب الارتجاع المريئي، فيا ريت نقلل منها. الدهون، لو عايزين ناكل يا جماعه بدل ما ناكل طاقه كبيره مليانه، ناكل طاقه قليله كل مثلا ساعتين او ثلاثه، ده هيقلل جامد الارتجاع المريئي. القهوه مره او مرتين، ما اقدرش اقول لكم وقفوا القهوه خالص، لان القهوه من ضمن فوائدها انها بتقلل مرض الزهايمر لما الواحد بيكبر، فلازم نشرب على الاقل كوب قهوه يوميا، فنجان قهوه يوميا، ده كويس وبيمنع من الزهايمر في الكبر، وبيدي يقظه، وفي كالسيوم. القهوه مكوناتها الكالسيوم وفي كافيين، فهي مره واحده. وبرده بالنسبه للشاي لازم نقلله. بالنسبه للطماطم والحمضيات لازم نقللها، لازم نقللها علشان دي برده بتسبب الارتجاع المريئي، بتسبب الحرقان، بتزود الهيدروكلورايد اسيد اللي هو كلوريد الاسيد اللي موجود في المعده اللي بيتم افرازه، بيسبب للتعبان او للمريض انه يحصل له ارتجاع مريئي وحرقان. وياريت لما نيجي ننام ننام على ظهر على جنبنا الشمال او اليمين او على وشنا، بلاش يا جماعه ان احنا ننام على ظهرنا، لان ده بيسبب بعد ارتجاع المريء ممكن يدخل في الصدر، وبالتالي بيحصل لنا حرقان في الصدر قوي جدا، لانه ده اسيد، لان ده حامض، فبيتعب الصدر جامد، بيسبب التهابات، بيسبب تعب مش مريح للمريض. فبالتالي نحاول ننام على جنبنا ده او على جنبنا ده. وزي ما قلت لكم اكل بعد النوم بعد الاكل ب4 ساعات. تمام. طبعا شرب الميه، بلاش شرب الميه بعد الاكل مباشره، ده كمان بيسبب كرش، فيا ريت نشرب ميه قبل الاكل مش بعد الاكل، او بعد الاكل بساعتين على الاقل. طيب نعمل ايه تاني كعلاج؟ عندنا حاجه اسمها لبان الذكر والسمغ العربي. لبان الذكر ده مهم جدا، وسبق اتكلمت فيه في نواحي كتيره طبيه فيه على قناتي، وبيشفي من امراض كتيره من ضمنها قرح المعده. فاحنا لو الصبح عملنا كوبايه لبان ذكر اللي هي معلقه بالليل، بنحطها على ميه مغليه، مش بنغليها، بنحطها على ميه مغليه وننقحها الصبح ونصفيها وبعد كده نشربها على الريق، دي كويسه جدا، هتقلل كتير قوي تعب الارتجاع المريئي والحرقان والكلام ده، هتقلله جامد جدا، لانها هتبتدي تخلي المعده تشتغل بنظام اكتر، بطريقه افضل، بهدوء، بيريح المعده، بيديها طراوه ان كانت المعده او الامعاء، لانها هتنزل على معده فاضيه وبالتالي هتروح على الامعاء، فتعمل طبقه غشاء حوالين الامعاء وحوالين المعدة، خصوصا المكان اللي هيبقى فيه قرحة او مجروح يعني، بالتالي هيسبب التئام سريع. ايه تاني ممكن نعمله حل
وقائي وحل علاجي في نفس الوقت. هي حاجه غريبه قوي، هي القهوه بالليمون. ايوه سبق قلت لكم بلاش حمضيات، بلاش نشرب حمضيات، بلاش قهوه كتير. هي قهوه كوبايه واحده ونحط عليها ليمون. التفاعل الليمون مع القهوه بيسبب يعني بيبقى له حلول، له علاج افضل بكتير من الليمون لوحده. الليمون لوحده جايز يتعبك، جايز يتعبك، لكن الليمون مع القهوه بيتفاعلوا مع بعض وبيسببوا ان هما اي قرحه موجوده برضو في المعده او في الامعاء هتستغربوا. انا سبق قلت لصديقه ليا الموضوع دوا، عملته بقت دلوقتي صحتها زي البوم. في مواضيع تانية كتير، القهوه بالليمون بتعالج حاجات كتيره قوي، واتكلمت فيها برضو سبق على قناتي. القهوه بالليمون بتشفي من امراض كتيره قوي لن تتخيلوها. اللي ما بيحبش القهوه او صغير لسه في السن وملوش في القهوه والكلام دوا، ممكن يستبدل القهوه بالزبادي، ممكن يستبدل القهوه بالزبادي وساعتها هيرتاح وهيدعي لي كتير قوي. تمام، فيا ريت يا جماعه اي حد عنده سؤال في الموضوع دوا يكتب لي على في كومنت، ويا ريت اللي بيشرب سجاير يبطل يشرب سجاير، لان السجاير دي من ضمن اسباب الارتجاع المريئي. وسبق وكلمت عن ازاي نبطل سجاير ونعمل ايه عشان نبطل السجاير، وايه المفروض يتغلي وايه المفروض يتشم والكلام ده كله. فاهلا بكم في قناتي، واللي داخل جديد ياريت يعمل سبسكرايب ولايك وشير، واي حد عنده اي سؤال انا برد على طول على اي سؤال في كومنت. واللي بلاقي انه موضوع ما اتكلمتش فيه قبل كده على قناتي بعمله فيديو مخصوص علشان كان في خلال يوم او يومين او ثلاثة بالكتير. فاهلا بالجميع منوريني، معاكم بكالوريوس تمريض امل كامل، خبره 25 سنه بعمل ابحاث في الامراض المستعصيه. باي باي.